مساء الخير متابعينا الحلوين، او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشاهديني فيه. معاكم فوفو فهمي خبيرة التجميل. لو انت اول مرة بتشاهديني، احنا عاملين فيديوهات عن البشرة والشعر والصحة بوجه عام، او اي حاجة بتهتم بيها المرأة. فاتمنى ان انت لو بتحب الفيديوهات دي تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو لو سمعتي معلومة جديدة او لقيتي حاجة مفيدة في الفيديو. طبعا تعملي لي اشتراك عشان توصلك كل الفيديوهات، وتعملي علامة كل على الجرس عشان اي فيديو جديد بنزله تشاهديه على طول. النهاردة زي ما شفتي في الفيديو او في عنوان الفيديو، هنعمل بادي سبلاش فيكتوريا سيكريت. طبعا هو دلوقتي وصل ل400 جنيه تقريبا. احنا هنعمل زي الاصلي ويكاد يكون قريب جدا منه، كمان هيفتح الجسم وهيرطبه. تعالي نشوف مع بعض هنعمل ايه. طبعا احنا اول حاجة هنبقى محتاجين اي عبوة عندك فاضية، عبوات دي بتتباع في وسط البلد، او لو انت عندك اي حاجة قديمة بتعقميها وبتغسليها بخل. طبعا لازم نرش جواها كحول. اي حاجة بنشتغل بيها بنرش عليها كحول وبنسيبها كده دقيقتين. انا كنت الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا جبت البادي سبلاش ده من شركة اسمها اكسل وما عجبنيش، مع ان انا بحب قوي البرفيوم بتاع بينك شوجر ده. فاحنا هنظبطه قبل ما الكحول يطير شوية. احنا عندنا اهو، انا قلت لكم ان هو فيه نسبة كحول عالية قوي، مفروض ان هو يبقى فيه نسبة ووتر اعلى بكتير من الكحول، او نسبة مية اعلى بكتير من الكحول يعني، مع انه سايل يعني. هو ده شوية اللي ريحته قريبة، فاحنا هنعمل فيه زي ما هنعمل في البادي سبلاش ده، هنعتبرها ان هي مية ورد عشان نعتبرها اي حاجة تانية. فاحنا هنجيب ده زيت جليسرين، اوكي، ماركة دي الحواج، اوكي. هناخد منها قطارة ونحط عشان يدينا ثبات اكتر، تمام. وهنحط معاه جليسرين نقي عشان يدينا ثبات ونعوم اكتر. الجليسرين ده محمر من ساعة ما كنا عاملين التنت سوا، برضو يجي ايه مع قد معلقة صغيرة كده. قلت نخلصه، هو كده كده قلب بينك من ساعة ما عملنا التنت سوا. لو انتي متابعين قولولي صحيح رأيكم في الورد الابيض ده احسن من الورد البنفسجي، حاسة ان هو كده بيعمل هدوء اكتر في الشاشة. هو كان عامل يا دوبك معلقة، تمام. وده طبعا احنا كلنا عارفين فوائد الجليسرين، هو ازاي بيرطب البشرة، بيعالج النمش لو الناس عندها نمش، بيرطب البشرة في اي جميع مشاكل البشره الحساسه، الحكه، الناس اللي تلاقيها على طول بتهرش خاصه في فصل الصيف، التقشير، ناس على طول عندها في فصل الصيف برده، او ربيع والصيف وما بين الخريف والشتاء، او معظم فتره الشتاء تلاقي جسمها بيقشر، كل ده بيعالجه. البثور اللي بتطلع برده من الحر، كل ده الجليسين لوحده بيعالجه، بيعالج علامات التمدد، بيرطب البشره طبعا وبيزيد نعومتها، بيعمل كونتراست او توازن ما بين الزيوت في الجسم. طبعا مع الحاجات اللي احنا هنحطها هتلاقي ترطيب عالي جدا جدا، اوكي. حاجة تانية زيت اللوز الحلو، انا قلت لكم الماركة دي حلوة قوي، لقد ما هو خفيف بس فعلا تحس ان فعلا باين فوائد اللوز. يعني انا بما ان انا بستخدم زيوت كتير، لا ممتازة بجد، عجباني جدا. برضو زيت اللوز بيعيد توحيد البشرة، بيعيد توحيد لون البشرة، وبيحمل الجلد من التشققات، وبيخفف من حب الشباب. يعني اي حد عنده حب الشباب في جسمه، تمام. بيعالج حروق الشمس، يعني انت لو جاي من مصيف او راح مصيف، او انت اصلا في المصيف لما تيجي تستخدميه هتلاقي ان تفاعل الشمس مع جسمك مش هيبقى زي اكنك ما بتحطهوش. ومع كل ده هنحس بالبرفيوم يعني، او بالريحة اللي احنا اصلا عاملين عليها كل ده، تمام. انا جبت 10 جرام بينك شوجر. طبعا الريحة هنا حاجة وهنا حاجة تانية خالص.
هي اغلى حاجه في الموضوع ده كله 100 جنيه. طبعا الجليسرين معظمنا عندنا، والعبوات دي ب10 جنيه، او ممكن يبقى ارخص لو انت عايزه تعملي جليسرين بس هيديكي نفس النتيجه. عايزه تعملي الميه دي تبقى ميه مقطره، تمام. طلع لك دلوقتي شكل الميه المقطره على الشاشه، لان انا بجيبها كميه كبيره، يعني انا كنت جايباها تقريبا 10 لتر ولا حاجه، فعشان كده بستخدمها. بالنسبه بقى للبرفيوم زي ما بقول لك كده، بينك شوجر دي ممكن تعمل معاكي مثلا 3 من دول، يعني احنا مثلا دافعين فيها تقريبا 100 جنيه امبارح، الواحده بدلها دلوقتي ب 400 جنيه، فاحنا هنعمل مثلا 3 منها، فتخيلي بقى احنا وفرنا قد ايه، 3 او 4 كمان. فاحنا هنبدا بقى نحط منها برضو قطاره، خليها تتفاعل مع بعضها، هنحط منها برضو قطاره مع الباقي. حسيت ان التركيز البرفيوم عايز يزيد وبيزوده، بس زودي بس مش اكتر من قطرتين، يعني عشان يبقى بادي سبلاش مش برفيوم. اوكي القطاره مش داخله، احنا ممكن نزوده بالمعلقه. قوم احسن حط برضو معلقه كمان مثلا، حلو جدا، معلقتين اصلا هيدوكي ريحه خطيره اصلا. ده اتملي برفيوم اول ما فتحت اصلا الازازه بس من غير ما اعمل اي حاجه. فاهم حاجه ان انت تبقي جايباها من حد انت ضمناه، وحد يبقى فعلا الحاجات بتاعته اصليه، لان دلوقتي في شركات كتير جدا اشتهرت في السوق، فمش كل البرفيوم بيبقى تركيزه اصلي. هنبدا نحطها بقى ونرجها كويس. طبعا احنا كل مره هنيجي نستعملها لازم نرجها بقى على النضاره والترطيب والتفتيح اللي انت هتحسي بيه. يعني نبدا نرش بقى مع بعض، بجد نفسي تبقوا موجودين معايا وتشموا البرفيوم، يعني من غير ما انا اعمل اي حاجه الريحه قد ايه تحفه. تمام كده، احنا كده ظبطنا البينك شوجر ده. نبدا بقى نعمل التاني معانا من اول لاخر، برضو هنجيب زي ما احنا قلنا كده ميه مقطره. لو انت البرفيوم اللي بتستخدميه في راحه زهور، يعني بروايح مروايح الزهور، في دلوقتي برضو يعني في فيكتوريا سيكريت انا جايباه ده اسمه دريم انجل. انا بحب الحاجات الشوجر، ما بحبش الحاجات اللي بتبقى فيها ريحه زهور قوي، في ناس بتحبها طبعا كل واحد وذوقه. يعني كمان فيكتوريا فيها حاجات بقى قلب على زهور مع شوجر، يعني في حاجات تحس ان هي سكسي اكتر، يعني في انواع كتير تقريبا، هي انواع كتيره قوي. فانت لو جايبه الحاجه على زهور بدل الميه المقطره حطي ميه ورد، هتديكي ثبات اكتر كمان للروائح. دي تقريبا بما يعادل الكيس بتاع الميه المقطره اللي من الصيدليه، حوالي نص كوباية حاجة زي كده. وبرضو هنبدأ نحط له زيت الجليسرين واحدة كاملة، هتبدأ بقى كمان المكونات تتفاعل مع بعضها، بتديكي نتيجة خطيرة روعة بجد. ما اعتقدش ان انت هتشتري بادي سبلاش تاني، لان انت النعومة والتفتيح ده، غير ان معظم المكونات دي كمان بتشد الجلد، فلو اي حد عنده سوليليت او حتى يعني لو عندك هيختفي او هيبدا يقل. اوكي انا عايزه ازود زيت اللوز هنا سيكه صغيره، انا حطيت بامب ونص هنا، ولو ما عندكيش وهيبدا يطلع لك هيختفي تماما، اي علامات علامات من علامات تقدم السن هتعتبر تختفي. فطبعا انت ضربة يعني 4 5 عصافير بحجر واحد، بتفتحي وبتشيلي لو عندك بداية نمش، لو الناس سنها كبير شوية بيبدأ يطلع لها نمش، هيبدأ يختفي وهتعالجيه. طبعا غير البرفيوم الخطير انت تبقي ماشية بيه تحس ان انت ماشية كده فواحة في البيت، دي حاجة تانية. الحاجة التالتة بتعالجي اي اثار الحبوب. الحاجة الرابعة بتشدي الجسم وبتتخلصي من السوليت، عايزة ايه اكتر من كده. حطينا بقى، بس انا هحط هنا طبعا الجليسرين حبيبنا ده اهم حاجه اهو، هو تقريبا احنا بنحط جليسرين قد كده. طبعا الجليسرين هو اللي بيثبت معانا البرفيوم بدل الكحول،
عشان تبقى كل المواد طبيعية وكل المواد فعلا بتفيدك. يعني انا بقى في البادي سبلاش ده هحط كمان جل الصبار. احنا كنا جايب انا كنت جايبه دام تنان معاكم، طبعا انا كنت عامله فيديو اصلا عن فوائد زيت اللوز الحلوه هحطه لكم، وفوائد جل الصبار للجسم وحاجات كتير جدا. احنا بفكركم بس بالفوائد عشان تبقي عارفه انت بتعملي ايه وهتستفيدي بايه. ده كمان كان بزيت الورد، فطبعا نتيجته حلوه جدا وبيفتح جدا جدا. زيت الورد اصلا خطير وليه فوائد كتير جدا. وجل الصبار كمان نحطينا 2 بامب كمان. طبعا جل الصبار ليه فوائد كتير جدا، انا بس عايزه ادمج دول كويس قوي مع بعض. بعد كده نبدا نحط البرفيوم عشان كمان جل الصبار يدوب مع الميه. طبعا جل الصبار بيرطب البشره وبيحافظ على نعومتها، بيحميها من التشقق، برده بيخلصك من حب الشباب، بيعمل لك وقايه من التجاعيد، اي علامات للتقدم في السن بيقللها ويكاد يكون بيلغيها خالص من جسمك. طبعا هو في مضادات اكسده خطيره. اهم حاجه تجيبي نوع كويس يا جماعه عشان محدش يقول لي انا عملت الوصفه دي او الحاجات اللي انت بتعمليها وما لقيتيش نتيجه. هي الفكره في الماده اللي انت بتستخدميها. يعني انا لما بروح عند حد اقول له انا عايز زيت كذا، لا اجربه على ايدي، لو مش هيعمل التاثير اللي انا عايزاه مش هشتريه. فاهمه ازاي؟ طبعا تستنضفي الماركه اللي بتجيبيها، ما في حاجات ب 10 جنيه وفي حاجات ب 50 جنيه، فاكيد ام 50 جنيه غير بتاعه 10 جنيه كل الحاجات دي. نرجع تاني، فوائد جل الصبار بيساعد في الحفاظ على شباب البشره ورونقها، فطبعا انت كده مش محتاجه اي حاجه اصلا تاني. تمام، ترطيب اصلا اللي هتحسي بيه خطير. انا بحب قوي قوي جل الصبار، خاصة لو في مصيف ولا حاجة بيحس ان هو بيرطب على جسمك بجد. يعني ولو برضو البرفيم بتاعك على زهور زي ما احنا قلنا مع مية الورد، استخدمي زيت الورد. زيت الورد ليه فوائد كتيرة واتكلمت عليها اكتر من مرة في ترطيب البشرة وتفتيحها والحماية برضو من اشعة الشمس ومضادات للالتهابات. ده غير ان هو بيدي تويضة وبيزود الدم في البصيلات بتاعت الجلد، فبتديها زي توريده كده ان هي يعني تحس ان انت جسمك كده ورد فتح، حسيتي باشراقه كده مع زيت الورد. ممتاز، طبعا بيخلصك من حب الشباب. برده نحط القمع الجميل بتاعنا عشان نحط البرفيوم، مش عايزين نهدر اي نقطه. خطير البرفيوم دريم انجل ده بصراحه، عجبني جدا. يعني انا شميت اكتر من حاجه، بس هو زي ما قلت لكم كده معظم الحاجات على زهور، ده الوحيد اللي ما كان على شوجر اكتر. حلوه قوي كده. طبعا الحاجات دي مده الصلاحيه بتاعتها هتقعد معاكي على الاقل حاجه 3 شهور مثلا، لان الزيوت هتعمل عازل. مع الميه بجد خطير. بصي اصلا الزيوت يا رب يكون باين يا رب. بصي الزيوت قوي لما نزلت بقى على الجسم هتديك الترطيب وهتفضل محتفظه بالترطيب جوه الجسم. فاهمه انت الفكره في ايه؟ بصي اصلا يعني الميه هنا، بص عشان ما زودناش زيوت كتير وبرده عشان فيها نسبه كحول، بص ما عملتش ده، لكن هنا دي عشان احنا عاملينه في البيت فعلا خطير، احسن من ده 100 مره. يعني ده عملته عشان جددته عشان ما ارميهوش. بس ده خطير تحفه. حتى ده بص قوامه تقل شويه وقلب على ميه لما حطيت عليه الزيوت وحطيت عليه الحاجه. انا الاول تحس ان هو زبرته. يا رب كنت صورته لكم كويس قوي قبل ما ادمجهم. بجد كنت تحس ان هو زبرته، لكن دلوقتي قلب فعلا. الزيوت فرقت معاه كتير، مع ان احنا حطينا ما يكملش. يعني زيت الجليسين زي ما هو، زيت اللوز زي ما هو، احنا ما خدناش غير بامب واحده او ما خدناش غير قطاره واحده. بجد خطير. بص 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 الزيوت، بص الميه واقفه ازاي على ايدي. يا رب تبقى باينه يا رب اهي. بص من الزيوت، بص بقى لما تدعكي كده تبقي طالعه بقى من الحمام ترشي كل جسمك ويبقى جسمك مندي مع طبعا هو اصلا ريحه البرفيوم لوحدها حكايه خطيره جدا. زي ما بقول لي كده سيبيها يوم لو حسيتي ان انت عايزه تحطي
برفيوم تاني، حتى لو خدتي العشرة جرام كلهم استخدمتيهم برضو اكيد هتبقى ارخص من بره، وكمان ده كده هيقعد معاكي متهيألي الصيف كله وزيادة. اتمنى ان هو يكون عجبك، ولو لو جربتيه طبعا تسيبيلي في الكومنتات، ولو في اي منتج انتوا عايزين اعمله ياريت تقولولي في السلسلة دي. انا بحاول دايما اطلع لكم بافكار تسهل الحياة وبرضو تحسسك بجمالك وتحسسك ان انتي بحاجات بسيطة قوي فعلا لسه جميلة ولسه جسمك جميل ولسه مشدود. بحاول اديكي فوائد كتير في حاجة واحدة، لان احنا اكيد مع المشغولات البيت وكل الكلام ده بيبقى فعلا ما عندناش وقت، فبحاول اسهل عليكي على قد ما اقدر. فاتمنى ما تحرمنيش من الشير للفيديو ده على قد ما تقدري مع اصحابك وقرايبك بقى وكل الناس. ولو استفدتي بحاجة جديدة طبعا اللايك والاشتراك. مرسي جدا جدا على المشاهدة.